وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة مباشرة رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض. أهلا بك سيد عبد الرحمن. إذا هل تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين قوات النظام واللجنة المركزية في درعا؟ نعم، مساء الخير. كان هناك اجتماع قبل قليل ما بين اللجنة المركزية وما يعرف باللواء الثامن في الفيلق الخامس والمخابرات العسكرية والفرقة الرابعة برعاية الروس من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي من أجل الحل في درعا. ضمن الاتفاق يجب أن يهجر إلى الشمال السوري نحو 130 مسلحا من درعا باتجاه إدلب أو مناطق الاحتلال التركي في عفرين. حتى اللحظة كان الخلاف على عدد الذين سيهجروا أو يغادروا باتجاه الشمال السوري. ما دون ذلك كان هناك مطالب بالإفراج عن المعتقلين في سجون النظام وأيضا إبعاد الحواجز العسكرية والأمنية عن مداخل البلدات والمدن والتي تقوم بمحاولة الاعتقال كل من هو أجرى مصالحة مع النظام. أي هذه الحواجز حولت البلدات إلى معتقلات كبيرة أو إلى سجون كبيرة، يمنع على من كان معارضا الخروج من هذه البلدات خوفا من اعتقاله. لذلك هناك مطالب شعبية وهناك مطالب للنظام والروس بإخراج هؤلاء المقاتلين باتجاه الشمال السوري. إلى الآن الخلاف الأكبر على موضوع عدد المهجرين إلى الشمال السوري ما بين 130 وأقل من هذا الرقم، ولكن بالنسبة للخسائر البشرية ارتفع العدد منذ يوم أمس الأول حتى اللحظة إلى أكثر من 30، بينهم 12 شهيدا مدنيا من ضمنهم 6 أطفال قتلوا برصاص وقصف قوات النظام. طيب سيد عبد الرحمن، ما سبب يعني في الأيام الأخيرة لاحظنا صمتا روسيا غريبا حيال ما يجري، خاصة وأن روسيا كان من المفترض أنها الضامن للهدنة الموقعة هناك منذ 3 أعوام، ما سبب هذا الصمت الروسي الذي يعني لاحظناه في الأيام الأخيرة برأيك ولو باختصار؟ نعم، باختصار الروس كانوا ينتظرون إلى أن تشتعل الأمور وتتدخل الروس ليفرضوا سيطرتهم على المنطقة ويفرضوا شروطهم، وخصوصا أننا نعلم بالجنوب السوري هناك صراع روسي إيراني على النفوذ. السيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، كنت معنا اليوم مباشرة من القاهرة، شكرا لك.